معنا الآن الأخ حكيم، أحد القادة الميدانيين في فيلق الشام، حيث استطاع صباح هذا اليوم فيلق الشام بتحرير قرية بغيدين بريف حلب الشمالي. مرحبا أخ حكيم. أهلا أخي، أهلا. ممكن تحدثنا عن الاشتباكات واستمرت فترة طويلة كأنه من المساء حتى الصباح حتى تم تحريرها، مع أنه القرية ظاهريا أنه كقرية صغيرة؟ نعم أخي، لكن نحن عملنا عملية غير كل العمليات اللي عملناها في هذه المنطقة. عملنا عملية التفاف من محورين بحيث انه ما يخرج ولا واحد من كلاب داعش. بفضل الله تعالى حاصرناهم وكانت العملية ناجحة 100%، وقتلنا منهم اعداد كبيرة بفضل الله عز وجل واخذنا القرية. كان في قتلى لعناصر داعش في القرية هي وفي محيطها؟ نعم اخي، نعم، في اكثر من 15 قتيل لهم بفضل الله عز وجل، وفي لهم اصابات كثيره واخذوا اصاباتهم من هزم واللي قتلناه بفضل الله عز وجل. تعرضتوا لشيء مفخخه اثناء عمليه الاقتحام؟ لا اخي، هاي المعركه ما تعرضنا لمفخخه، لكن كانت القريه كلها ملغمه، وبجهود الاخوه بفيلق الشام الهندسه بفضل الله عز وجل فككوا الالغام وكانت الامور جيده. في كان الوضع الميداني بشكل القرية هون كان في صعوبات أثناء عملية التحرير غير موضوع الألغام؟ صار صعوبات، يعني وما هي الصعوبات الكبيرة كتير، قلت لك انه نحن حاصرناهم، هن اللي دافعوا عن حالهم بأشد الوسائل، نحن حاولنا بهالعملية هاي نأسرهم يعني حتى ما نقتلهم، وبفضل الله عز وجل يعني صارت مقاومات كبيرة لكن قتلناهم، والإصابات كتير منهم سحبوا يعني وإصاباتهم كبيرة. استطعت اغتنام أسلحة أو ذخائر أو آليات؟ نعم أخي، نعم، أسلحة وآلياتهم، أسلحتهم بالكامل وآليات سيارتين لألون، والحمد لله رب العالمين. الله يجزيك الخير أخ حكيم. كان معنا الأخ حكيم أحد القادة الميدانيين في فيلق الشام. شكرا.